السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم نهضروا شي شويه على خرجوا شويه من الهجره، نهضروا شي شويه على الحرب الروسيه الاوكرانيه، علاش بزاف ديال الحوايج كاينه انتقال. نحاولوا نناقشوا هذا الموضوع، ولكن واخا ماشي الاختصاص ديالنا، غادي نعطيكم وجهه النظر ديالي في هذا الشيء اللي واقع. بزاف الناس كيتسالوا شنو واقع شنو واقع. المهم غادي نهضروا دابا، نهضروا على اوكرانيا. نبداو باوكرانيا، علاش اوكرانيا بالضبط، وعلاش الاتحاد الاوروبي ما بغاش يدخل في حرب مع روسيا؟ غادي نحاولوا نناقشوا هذا الموضوع ان شاء الله. المهم كما كتعرفوا اوكرانيا دوله من الاتحاد السوفيتي سابقا، عندها بزاف ديال العلاقات، يعني نقولوا حنا روسيين مستقلين. هاد اوكرانيا هذه نعم سيدي هي واحد الدوله عندها امتداد جغرافي في الاتحاد في الاوروبا، غادخل الاتحاد الاوروبي. علاش بغا يدخل الاتحاد الاوروبي؟ حيت شافت اوروبا الناس عايشين مزيان، الرفاهيه، السميك طالع، الفلوس كاينين، غادي تدخل يوليو المواطن ديالك يتمتع بزاف ديال الحقوق، منهم يعني 27 دوله تولي 28 دوله، يعني الشعب ديالها يولي عايش مزيان، يولي كيسافر، الباسبور ديالها يولي مجهد، يعني بزاف ديال الامتيازات بدون عن ما نهضروا على الاستثمارات اللي غادي تجي لها، بزاف على الحوايج. الله يعاون. المهم بزاف ديال الاستثمارات اللي غادي تجيها، بزاف ديال الارتقاء شفت بانها ما عندها ما تستافد من روسيا، لان روسيا براسها ما محققه حتى حاجه، يعني دوله السميك ديالها طايح، الناتج ديالها طايح، الشعب ديالها عايش يعني الميزيريا كما كنقولوا، مقارنه مع الاتحاد الاوروبي اللي الدول ديالو 27 تقريبا عايشين واحد النيفو ديال الحياه طالع. واخا كاين شي دول يعني مازال طايحين بحال البرتغال، بحال ليتوانيا، بحال بولونيا، بحال بلغاريا، رومانيا، يعني ما عندهمش نفس الحياه، يعني المود دو في ديال فرنسا ولا ديال المانيا، هولندا، بلجيكا، ولكن تستافد من الاتحاد الاوروبي، يعني كيستافدوا من الاستثمارات، كيستافدوا من المساعدات، عندهم الحمايه من النيتو، عندهم بزاف ديال الحوايج. غادي يقول لك بيعوها العجل اوكرانيا، قالوا لها ديري الفعلو، غادي نعاونوك نديرو. خصكم تعرفوا اوكرانيا ما ساني حتى شي اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي، ما دخلش في الاتحاد الاوروبي، ما دخلش في حلف النيتو، ما دخل حتى في حاجه، دونك ما كاينش يعني شي صلاحيه في الاتحاد الاوروبي انه يدخل مباشره في حرب مع او يدافع على اوكرانيا مباشره. لانه اول حاجه تتعرفوا الاتحاد الاوروبي وامريكا وهاد الدول ما كيدخلوش في حرب خاسره. كيفاش حرب خاسره؟ اوكرانيا كما كتعرفوها في الاتحاد الاوروبي داغراها في الاراضي الاوروبيه، اراضي اوروبيه، يعني الى دخلت الحرب اوروبا غادي تدخل على اراضي اوروبيه، يعني في دارهم في الملعب ديالهم، لهذا الشيء غادي يهددهم مباشره، يهدد الامن والسلم ديال هاد الدول مباشره. وكتعرفوا حنا الاتحاد الاوروبي وامريكا ما كيلعبوش كره في عندهم، دائما كيلعبوها عند الاخرين، يعني كيلعبوها في دول بعيده بحال مالي، بحال افغانستان، بحال العراق، بحال اليمن، ديما كيبعدوا على الاراضي الاوروبيه. ولكن هذه المره هذه كتختلف الامور، يعني اللعب عندهم في دارهم، يعني الا دخلوا في حرب كيدخلوا في حرب في اوروبا، اللي كيشكلوا تهديد مباشر للاقتصاد ديالهم، الامن ديالهم، والشعب ديالهم. انتما كتعرفوا ما كيغمروش بالشعوب ديالهم، ما كيغمروش بالسلم ديالهم، بحال دابا اوروبا فرنسا مثلا راه من بين الدول القويه عسكريا واقتصاديا وداكشي في اوروبا، ولكن ماش تدخل مع الان، مستحيل تدخل في حرب مع روسيا لانها هي الخاسره، وماش غادي تثبت باش غادي يعني اشنو تقول للشعب ديالها، تقول لهم دخلت حرب كندافع على دوله ما هي في الاتحاد الاوروبي، ما هي في النيتو، ما هي ما عندها اتفاقيات مع فرنسا، ما عندها حتى حاجه. ولكن كانت بغات تدخل الاتحاد الاوروبي، الحلم ديال اي دوله هنايا، يعني راه المغرب الحلم ديالو راه كان يدخل الاتحاد الاوروبي، ما نكذبوش على راسنا، حتى حنا شحال من مره كنديروا طلبات والو. تركيا شوفوا العظمه ديالها والقوه ديالها والكبر ديالها والصناعات اللي عندها دابا، وهذاك الشيء الحلم ديالها حتى هي تدخل الاتحاد الاوروبي، يعني حلم الاتحاد الاوروبي، حلم يعني بزاف ديال الدول اللي كتقاتل وتناضل عليه. اش غادي تستافد اوكرانيا من روسيا؟ واحد كيقول لك لا السلاح، لا القوه العسكريه، اوكي القوه العسكريه شنو دارت بها روسيا؟ شنو يعني دابا
روسيا هي امتلكت السلاح النووي امتلكت واش هذا الشيء عنده شي تاثير على الشعب ديالها، في حين ان دول ما عندهم والو ما عندهمش كاع يعني اهتمام بالتسلح بحال المانيا دابا اللي كانت مسانيه على معاهدات واتفاقيه انها ما تسلحش. قوات الاقتصاد ديالها القوة الاقتصاد الالماني كيضاعف الاقتصاد الروسي بثلاثة اربعة المرات فاصل. الشعوب شعوب عايشة الرفاهية في المانيا. كيفاش انتم كتخيلوا دولة مثل المانيا غادي علاش ما تمشيش للتسلح وخاصة ديال الاتفاقيات وداك الشيء؟ المانيا ومن غدا الا ما تسلحش كلها غادي يقول لها لا، وراه هي الرابحة في هاد لافير هادي لانها قدرات انها ترجع يعني عندها واحد الذريعه انها تقول بغيت نحمي راسي نرجع للتسلح. ومن بين يعني الدول اللي استفدوا من هذه الحرب هي المانيا، واخا يعني كيقول لك لا الغاز راه شدهم روسيا بالغاز. الغاز راه ماشي، راه الدول الاوروبيه كما داروا داك يعني داك الانبوب اللي جاي من روسيا لاوروبا راه يقدروا عاوتاني يبنيو انبوب جاي من قطر لاوروبا ولا من روسيا ولا من امريكا ولا من الدول النرويج ولا من الدول ليبيا الجزائر نيجيريا. بزاف ديال الدول عندهم بدائل يعني، وراكم تعرفوا الاتحاد الاوروبي يعني استثمارات الفلوس موجوده يعني اي مشروع بغاو يدخلوا عليه يقدروا يدخلوا عليه. في حين روسيا هي دابا هي اللي عايشه دابا الشعب ديالها في لاكريز. دابا راه شحال ما كيقول لك راه كاينه دابا لاكريز في اوروبا صفر، كاينه واحد لاكريز ولكن اوروبا قتلات سميتو يعني جميع التكنولوجيا جميع المواقع جميع كلشي شادو الغرب. الغرب مع امريكا جميع يعني الصين بالعظمه ديالها روسيا بالعظمه ديالها ما عندهاش يعني ديك الصناعات ما عندهاش داك التاثير العالمي يعني باش تشد لك المواقع وتشد لك يعني الاموال استثمارات البورصه العالميه. كلشي شاد امريكا واوروبا المواقع اوروبا امريكا الصناعات الاساسيه كنهضروا على الاساسيه شاده اوروبا. راه ما نساوش بان روسيا راه كتستورد شحال من متخربقه منهم تكنولوجيا منهم الاسلحه من اوروبا يعني راه فرنسا راه من بين الدول اللي كتبيع الاسلحه راه معروفه. المانيا كتبيع حتى هي الاسلحه، بلجيكا تبيع الاسلحه، السويد دوله قد صغيره يعني كتبيع لك شي اسلحه العجب يعني باش تكونوا عارفين اشنو كاين. الناس اللي ما عارفينش كيقول لك لا يعني بوتين زبت اوروبا زبتها اي، ولكن هادو راه كيفكروا بالعقل. كيفاش دابا انتم كتعتقد ان فرنسا تدخل حرب خاسره غادي تخسر بزاف؟ راكم تتعرفوا دوله مثل روسيا ما عندها ما يخسر. قال لك هتلر قالها في واحد سميتو قال لك ما تعاندش وما تحاربش دول يعني شخص ما عنده ما يخسر صافي. بوتين سيارات اوروبا شاف بانه كيهددوا لان اوكرانيا اللي دخلت الاتحاد الاوروبي دخلت الحلف الناتو احنا غيتوقعوا روسيا الا توقعت روسيا صافي مشات. ما كنعرفوا سبحان الله من عند الله يعني الاتحاد الاوروبي كيفتقر بزاف المعادن كيفتقر الخيرات الطبيعيه البترول الغاز كلشي سبحان الله العظيم. اوروبا ما عندهم والو يعني عندهم قلق عليه شويه الدول الشمال اللي عندهم شويه ديال الخيرات قليلين بساط داكشي سبحان الله. من اوكرانيا روسيا الصين هاد الدول هادو الاسيويه والشرق الاوسط عطالهم الله الخيرات الطبيعيه عطالهم الله المعادن عطاهم. ومن بين يعني المعادن اللي كاينين في اوكرانيا معروفين يعني كاع الصناعات الدقيقه وهادشي ديال الالكترونيك تيتجبد من دوك المعادن نيون وهداك التخربيق بزاف ديال المعادن كيتخرجوا من اوكرانيا ومن روسيا تقريبا شادين واحد يقول واحد ثلثين ولا ديال الخيرات ديال داكشي اللي كيدخل في الصناعات الالكترونيه. يعني الاتحاد الاوروبي ملي كيعاون شي دوله راه ما كيعاونهاش في سبيل الله يعني راه باين لهم اشنو كاين في اوكرانيا وروسيا راه باين لها اشنو كاين. شحال واحد دابا كيقول لك لا راه الحرب غير على النيتو غادي يدخل امريكان والنيتو بغاو يدخلوا لاوكرانيا باش يحطوا فيها السلاح الباتريوت وداك التخربيق والدفاعات على روسيا باش يكونوا يعني مطوقين روسيا وروسيا ما تقدرش تحرك صافي. لا بالعكس واخا يحطوا اللي يحطوا تما السلاح. الدوله اللي عندها الصواريخ النوويه وعندها الباليستيه والصواريخ الاستراتيجيه والعزب لك حل ما غاديش تخاف منها منك من الدوله
ولا من الاتحاد الاوروبي ولا ما عنده ما يخسر بوتين. يعني ماشي غير قضيه السلاح ولا الامن، قضيه حتى اقتصاديه، قضيه اقتصاديه بامتياز. اوكرانيا من بين اكبر الدول الفلاحيه، من اكبر الدول اللي عندها حتى هي الطاقه النوويه، من اكبر الدول بزاف عندهم بزاف ديال يعني الحوايج. علاش تبغاو يدخلوا اوكرانيا مثلا وعلاش ما بغاوش يدخلوا تركيا، في حين ان تركيا فايته اوكرانيا بزاف؟ ولكن علاش ركزوا على اوكرانيا؟ علاش اوكرانيا بالضبط؟ علاش نايضات الصداع كامل على اوكرانيا؟ يعني كنتمنى تعاونونا تلقاو معنا تحللوا معنا هذا الفيديو هذا وتعطونا شي يعني شي حوايج اللي ما انا نقدر ما نكون متغاضيهم ولا ما عارفهمش. مي يعني على الاساس حرب اقتصاديه، حرب الهيمنه، كاينه واحد الحرب ديال الهيمنه ديال الوجود، فرض الوجود. يعني بوتين الا خلاهم داو اوكرانيا بحال قلتي، الخطا اللي داير بوتين الصراحه هو انه مازال كيعتقد ان اوكرانيا دوله غير مستقله، كيعتقد انه تابعه له بغيتها بالسيف. هذه يعني داخل في حرب مع دوله مستقله، استقلت منه يعني استقلت من الاتحاد السوفيتي واستقلت على روسيا واستقلت يعني وتفرض عليها السيطره ديالك. لا تكوني معايا ولا ما تكونيش. يعني شويه فيها الاوكرانيين راه شافوا. علاش اوكرانيا سكتوا؟ علاش اوكرانيا ما تقولكش لا انا بغيت نسمع الاتحاد السوفيتي؟ حيت شافوا اوكرانيا جات بحال قلتي في منتصف الطريق، كيبان لها الا زادت شي خطوات الامام غادي تدخل الجنه، ولا رجعت ثلاثه الخطوات للخلف غادي تدخل الجنه. بحال هكا اوكرانيا تتشوف راسها، يعني تتشوف الرفاهيه الافتتاح الاوروبي، تتشوف الاقتصاد، تتشوف بزاف ديال الحوايج. كتقول علاش هي سمحات في السلاح النووي؟ يا كان عندها سلاح نووي اوكرانيا وسمحات فيه لروسيا باتفاقيته، كحيدوهم ولا قال لك حيدوهم لا، ولكن هي ما حيدوهملاش. شافت راسها قالت نعطي لهم النووي، انا اش ندير بالنووي؟ اش ما دارت كوريا الشماليه بالنووي؟ غادي يقول لك واحد لا راه لا راه حاميه راسها وهذاك الشيء. والشعب شنو حاميه راسها؟ كاينين دول ما عندهم والو في النووي هذاك الشيء، والشعب ديالها عايش مزيان. اشنو انا ندير بالاسلحه النوويه اللي غادي نعيش انا مثلا في تماره، نعيش في القهر ونعيش في الانحصار والعقوبات، ما اقدر لا نسافر، الشعب ديالي ما يقدر لا يسافر لا والو، ما طالعينش النيفو ديالهم، ما عايشينش ديكتاتوريه، كتعيش خايف ديما خايف. انت عندك سلاح وخايف يضربوك، بحال كوريا الشماليه واخا عندها سلاح راه خايف يضربوها. دابا امريكان ما دايرش احتياط، كوريا الشماليه ما دايرش الاحتياط من الصين، ما دايرش الاحتياط من دول بحال روسيا، داير احتياط. ولكن هما ملي كيدخلوا في حرب صافي ما عندهم ما يخسروا، كما كيقولوا ما عندهم ما يخسروا. هما راك انت تشوف هما ملي كيدخلوا راه كيعرفوا علاش دخلوا، ما دخلوش راه كيعرفوا علاش ما دخلوش. راه خرجوا تقارير بان فرنسا كانت كتبيع السلاح الروسي، شحال واحد كيقول لك لا روسيا تتبع السلاح الروسي، راه كيفتقد بزاف التكنولوجيا، التكنولوجيا اللي كتجيلو من اوروبا. ماشي زعما انا روسيا ما كتصنعش، ولكن روسيا راه ماشي شي دوله زعما اللي كيما كنقولوا حنا واعره بزاف، راه ماشي واعره بزاف. راه دول بحال فرنسا بحال المانيا راه مجهدين في التكنولوجيا، مع ذلك راه كيبقاو تابعين الامريكان. الامريكان هي مو في التكنولوجيا، دابا هي اللي شاده السوق. اكبر شركه في العالم راه كاينه في امريكا، ولكن بس يعتمد دابا ما بقاتش هذيك المركزيه. يعني حنا كنعرفوا المركزيه هما دول يعني كانوا محتكرين الصناعه ليهم بوحدهم. دابا كما كتعرفوا السيارات في فرنسا بيجو رونو كذا جاي من القطاع، يعني التكنولوجيا الدقيقه والمتطوره كتجي من اسيا، من الصين تايوان من هاد الدول هادو سنغافوره. هما دابا اللي شادين هاد الشيء الصناعات الراقيقه كما كيقولوا الالكترونيه. يعني انت دابا ما بقاش ديك بحال دابا بيجو كانت كتصنع اكسكلوزيف مو في فرنسا، من يعني من ا زد ما بقاش داك الشيء. يعني الصواريخ هذا الشيء اي حاجه عندك في بلادك الا ورا خصك تجيب البياس من الخارج، كيتعاونوا الدول بيناتهم، امريكا البويغ اللي بغيتو تهضروا، اي سلاح اي حاجه فكره كاينين راه انتل مايكروسوفت هذا الشيء راه عندهم كيجيبوا من اسيا، فرنسا كتجيب من اسيا، اسيا كتجيب من اوروبا. كاين داك التعاون، كاين داك الاتحاد، كاين داك وكيقلبوا على الرخا.
مثلا بحال دابا اوروبا كيقلبوا يستثمروا في دول رخيصه اليد العامله، كيشوفوا كيخليو لهم هذوك الصناعات يعني كما كنقولوا حنا المحوريه، او يعني اللي ما يقدروش يفسحوك على الاسرار ديالها كيخليوها لهم هما. راه عرفتي رونو ملي فتحت الشركه في طنجه نض عليها الصداع، كيفاش ديروا نقل التكنولوجيا للمغرب، كيفاش كذا، واخا يعني راه حنا كنصنعوا غير واحد 50 إلى 60% في المغرب، اما موتور وداك الشيء تاع القيادات الميكانيكيه وداك الشيء كيتصنع هنا في اوروبا، راه ما كيعطوكش كاع الاسرار ديال التكنولوجيا، راه هذا الشيء باين اخوتي. روسيا زعما راه روسيا راه كنا كانت دولة واعرة واعرة، راه اوكرانيا ما عادش تبغي تدخل الاتحاد الاوروبي، تبقى تابعة. شوفوا الدول اللي تابعين روسيا، ها هي الشيشان، ها هي بيلاروسيا، كاين شي واحد كيعرف دوك الدول ولا كيعرف الاقتصاد ديالهم؟ والو، عايش ب 200-300 يورو في الشهر، يعني سير تخدم طيحوا كتابك ب 300 يورو، 200-300 يورو السبيك ديالك. هادشي يعني انا اللي بان ليا تحليليا، التحليل ديالي لهذا الشيء اللي واقع. ما دابا راه حنايا راه المواد الغذائيه مازال يعني يعني الاسعار ديالها مستقره. المازوت اللي طالع، المازوت هاد الصباح درت المازوت بجوج يورو و23 هذا، يعني الطاقه والتخربيق هو يعني اوروبا مازال ما عندهاش الطاقه. شي اوروبا كون كان عندها الطاقه صافي غادي تنتهي من على العالم، كاع ما يبقاو يسمعوا الهضره لا السعوديه لا القطر، هادو كاع ما يعترفوش بهم كاع، هادو كون عدموهم. ولكن سبحان الله العظيم ربي ما عطاهمش الطاقه، وربي يفرق الارزاق والثروات باش ما يبقاش محتكرينهم غير وحدين. سينو راه الخبز ما يعطيولكش والله، ما يبيعولك خشا الطحين. شتي هاد الدول هادو زعما كون ماشي ربي يفرق الارزاق، الفوسفات عطاها المغرب، الجزائر عطاها البترول، وقطر ودوك الدول كل واحد عطى لها حاجه، سينو راه ما يعطوكش حتى الخبز والله لا كليتي، يبيعولك الخبز ولا شي حاجه، شي حاجه هادو. المهم هادشي اللي بان لي في هادشي اللي واقع، ايوا الله يخرجها على خير، لحقاش هادشي غادي كيتطور وهما كيدعموا دابا اوكرانيا بالاسلحه مباشره، الحلف نيتو كيدير المناورات، بزاف ديال الحوايج بدات كدور علينا هنايا، ولكن ربي يحفظ وصافي. لحقاش اول وحده غادي تجي فيهم هما المهاجرين، راكم تتعرفوا اوكرانيا غير دخلوها يومين صافي كلشي هز ساكو بدا كيقلب فين يمشي. شحال ديال مساكن الطلبه ما عادش يكملوا العام ديالهم الدراسه، هما مشاو كلشي رجع، شي 8000 طالب رجع للمغرب، العام الدراسي مشى، شي وحدين طلبوا اللجوء مساكين هنايا في البلدان، يعني بلاد كان عايش بالاقامه ديالهم وعزاز مكرم في دويرتو خدمته وكذا، لقى راسو لا بنت اللي كيدور في اوروبا هو ولادو ولا هو ومرتو، يعني راه ما كاينش الربح في الحرب اخوتي، الحرب ما كاينش فيها الربح، يعني بلاد معيا ما يقول لك راه كاين الربح، كلشي كلها خساره اخوتي. وكنتمنى يعني حتى المغرب والجزائر تكرم بيناتنا، راه كتشوفوا انتما كتشوفوا روسيا قداش هي واكله العصا في اوكرانيا، يعني ماشي اللي عنده جوج سليحات ولا شي حاجه يبدا يتعنى، الانسان خصو يخدم العقل اكثر من القوه، لان القوه انتما كتشوفوها هي دخلت روسيا على اوكرانيا بالقوه، شنو دار؟ ما دار والو، كلاو العصا، النوكا تهرسوا، الطيارات تهرسوا، اوكرانيا تردمات، اوكرانيا ما غادي ترجع كي كانت، لحقاش الاتحاد الاوروبي غادي يعطي لها الفلوس، امريكا راه سناو على 14 مليار ولا 15 مليار يعطوها لاوكرانيا، السلاح كيجي لهم فابور، غادي شنو غادي تردم ويدخل الاتحاد الاوروبي بنيه. ولكن روسيا شكون غادي يعاود يرد لها داكشي اللي خسرت دابا في هاد الحرب؟ الا مشات حتى خسرت الحرب، مشات حتى خسرت الحرب، راه كل مليار كتخسرو ولا راه الا هو مشكله باش تردو، في حين الاتحاد الاوروبي راه باق باق يردو لها الفلوس اللي خسرات كامل. هذا
هو يعني اللي بغيت نقول لكم، الحرب ما كاينش الربح، كلشي خساره اخوتي، كلشي خساره، في حين السلم ما كاينش بحالو. انتم شفتوا دابا المواد الغذائيه طلعت، كلشي طلع، حنا الزيت كانت كنديروا اورو 30 دابا راه ولات اورو 80، المازوت هو 2 اورو 20، جات في المواطنين اخوتي، جات في المواطنين. دابا الشعب الروسي راه عايش واحد الازمه ما بحالها ازمه، راه اكثر من الاوكراني. اوكراني بعدا راه مازال الا دخل عليه بوتين راه هرب لاوروبا، اوروبا فتحت له البيبان. والشعب الروسي شنو يدير؟ الشعب الروسي كان مأزم بعدا، لا خدمه مقاده لا والو، دابا لقى راسو عاد محاصر بجميع الجوانب. اشو الدول اللي تحاصروا بحال كوريا بحال ايران بحال، شنو دار الشعب ديالها؟ راه بقى كيدور في بلاصتو، في حين كون خدموا السياسه مع الدول. ايران تلقى الشعب ديالها فيه الرفاهيه وهداك الشيء، وهي حتى الا خدت دابا ايران الا دارت النووي غادي يزيدوا عليها العقوبات ويزيدوا عليها كدا، والشعب ديالها يزيد يعيش تمارا الكحله. في حين كون انا دخلات في نطاق، شوفوا قطر مثلا، شوف الشعب ديالك كيعيش، امارات ما عندهم لا سلاح لا والو، شنو كيقويوا الاقتصاد ديالهم، الشعب ديالهم عندهم باسبور ديال اماراتي كيمشي يدور به العالم كامل، في حين الايراني هو داك حاصل في بلادو ما كاينش اللي كيتسوق له، العمله ديالهم طايحه. يعني اش نقول لكم، تسلح من جهه وضيع من جهه، الدوله راه قويه من واحد الجهه والشعب راه ضعيف. ودابا انايا مثلا ما احسن ليا الدوله توفر لي الخدمه وتوفر لي حياه كريمه ولا توفر لي السلاح، غادي تكون اللي امن. وهاد الولاد يعني هاد العالم راه ما كيعترفش بالدول الضعيفه، ما نقولكمش راه المانيا ما عندها السلاح، المانيا ما عندها السلاح ومن بين اكبر الاقتصادات في العالم، اليابان ما عندها السلاح. انا راكم تتعرفوا الاتفاقيات اللي داروا من بعد الحرب العالميه الثانيه، ما عندهم لا سلاح لا والو، ولكن من اكبر الاقتصادات في العالم. الشعب ديالها الباسبور الالماني، الماني في ما بغى يمشي يمشي، كوري فين يمشي دابا؟ كوري ولا ايراني، شكون اللي معترف به اصلا بسبب العقوبات؟ القذافي حتى هو بسبب هذوك السلاح اللي كان عنده، هذاك الشيء خرج على ليبيا. سوريا هاي بالسلاح ديالها ما خرج عليهم الاخر، في حين دول عرفوا يستغلوا الوضع. تقول لي بايعين ماتش لامريكا، او امريكا قويه قويه، راه بيك ولا بلا بيك راه قويه، قوه وراسهم بعد الحرب العالميه الثانيه سيطروا، داو الذهب داو كلشي داو العلماء داو كلشي طلعوا دولهم، في حين حنايا ما عندنا اقتصاد مقاد، ما عندنا جيش مقاد. بغيتي دير الجيش ما يخليوكش، بغيتي دير الاقتصاد راه ما عندكش يعني القوه باش. هو المغرب مثلا دابا كيحاول يستثمر يطلع كدا، ما كاينش اللي يوقفو، بالعكس تخدم على راسك. ولكن المغرب من غدا يقول له ما بغيت ندير نووي ولا بغيت ندير كدا، كلشي غادي يضربك، يجي يضربك يردوك واحد 60 عام اللور ولا 70 عام اللور، ايوا اجي تفكالي وحلتي. انا هذا هو اخوتي التفكير ديالي، وكنتمنى يكون يعني يكون واحد التفاعل ايجابي، وانا منفتح على المناقشه ومنفتح على كاك بدون يعني الانسان ما يبغي يدير فيها وعرين ولا قرار. هذا الشيء اللي كتشوف انت وكتشوفه انا كيشوفه واحد اخر، يعني ما ماشي انا ماشي احسن منك وانت ماشي احسن مني، نقدر نكون انا غلط في التحليل ديالي، الا عندك فكره ولا معلومات احسن مني شاركوا معنا، وشاركوا معنا تعاليق مفتوحه يعني بالاحترام، وداك الشيء ونهضروا ناقشوا. هذه وجهه النظر ديالي اخوتي، وكنتمنى تكون عندكم حتى انتم وجهه نظر بحال هكا ولا احسن من هذه. يعني كتشوفوا اوروبا الامن اخوتي، انتم كتمشيو في الخلا تمشي في كذا الامن، غادي تدخلوا في يدخل في حرب، يولاو يدخلوك القطاع الطرق وتولي الشفره وتولي كذا، والامن هو بنادم يعيش في. راكم تشوفوا راه عندي صحابي لاجئين والله تيقولوا كيقولك راه كيقولك تبقى في الجوع والامن حسن ما تعيش في الحرب وما كاين لا امن لا والو، راه الناس اللي فاقدين الامن اللي عارفين هذا الشيء. الامن راه شي حاجه نعمه من عند الله كبير، يعني كتصبح كتلقى راسك ساكك وهز ولادك وخارج ما عارف حتى فين غادي، يعني تصبح في بلادك تصبح في ارضك في خدمتك في دارك وهز ساكك ما عارف فين غادي، هذه هي الحرب اخوتي. في حين الانسان قادر يتجنب داك الشيء كامل، يعني دول كما اوروبا راه 27 دوله راه ما غاديش تحير في روسيا ولا غادي تحير في
راه الحلف نيتو راه يعني في الارقام راه قوي على روسيا، بالارقام راه قوي على روسيا، ولكن روسيا داخل حرب يعني ديكتاتوريه كما كنقولوا حنايا، بغا يقول لهم انا كاين، هو من حقه يقول لهم انا كاين، حقاش حتى زعما هاد الدول هادو راك تشوف راه الا حنيتي لهم الراس راه يدوسوا عليك. ولكن عاوتاني كتفكر يكون زعما دخلوا في مفاوضات ودخلوا في بزاف د الحوايج يعني لقاو شي حلول سلميه احسن من هاد الحروب وهاد الشيء، لان اخوتي راه شكون كياكل العصا راه هو الشعب، دائما كتجي في الشعب. اما بوتي راه من اغنى اغنياء العالم، راه كما كتقولوا راه تحفلوا راه ساكوزي، ولكن العسكري اللي كيموت في ساعات المعركه مسكين وخالي ولاده في الدار، امه كيجي كيقاتل ما عارف حتى علاش مقاتل، يعني اين قضيه ما نعرفش، كيقول لك قضيه وطنيه، راني داخل على دوله ما كنحاربش من اجل بلادي، هاجم عليك شي دوله ما هاجم عليك حتى شي دوله، غادي كتحارب في دوله اخرى، يعني باش تقنع لك يعني العسكري تقول له تمشي تقاتل دوله اخرى راه زعما صعيبه الصراحه. تحياتي خوتي، وكنتمنى تكونوا دوزتوا معنا لحظات مزيانه، والله يعاونكم.